كنا نرجع لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. وحلوة يا بلدي، أنا عايز أقول إن أمريكا لم تكن لتقبل على مثل هذه القرارات إلا عندما تأكدت تماما من حالة الضعف اللي موجودة عندنا في الوطن العربي. كل واحد ساهم في دمار دولة، اعرفوا أنه هو سهل هذا القرار على أمريكا. النهاردة احنا بنتكلم على أمة العراق راحت فيها، وسوريا راحت فيها، واليمن راحت فيها، ويعني الأمة العربية حالتها صعبة جدا. بيسعدنا يكون معانا على الهواء مباشرة الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، للإطمئنان على الحالة الجوية لمصرنا العزيزة. صباح الخير يا دكتور أحمد، برحب بحضرتك، أهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. بداية نطمن من حضرتك على حالة الطقس النهاردة وخلال الأيام المقبلة إن شاء الله، هل في استقرار في درجات الحرارة أم في انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الفترة اللي جاية؟ في الحقيقة هو في ارتفاع طفيف في درجات الحراره العظمى، لكن الصغرى في انخفاض في درجات الحراره، ولذلك يوصف الطقس بمعتدل في النار ولكن شادي قليلا. في بعض السحب المنخفضه المتوسطه على اغلب انحاء البلاد، ولكن اهم من ذلك هو وجود الشفوره المائيه الكثيفه على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره ومدن القناه حتى شمال الصعيد، بتزيد كثافتها يوم عن الاخر. ولذلك بنحذر الساده السائقين على الطرق توخي اقصى درجات الحذر وتنفيذ تعليمات الهروب كل دقه حفاظا على الارواح. دكتور احمد، النهارده لو حضرتك عارف قطاع الزراعه مهتم جدا بموضوع سقوط الامطار، عشان ده مرتبط معانا بالتسميد والري، فيعني توقعات حضرتك لسقوط الامطار في الفتره المقبله او في الثلاث ايام اللي جايين؟ ان شاء الله الفتره اللي جايه ما فيش اي فرص لسقوط الامطار، ما فيش اكثر من الشفوره المائيه والانخفاض درجه الحراره الصغرى. نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيلا دكتور احمد على توضيح حاله الطقس خلال هذه الفتره، شكرا لحضرتك جزيلا، شكرا لك. النهارده طبعا مشاهدينا معانا مجموعه من الفقرات الهامه، ولكن قبل ما نستعرضها مع حضراتكم خلينا سريعا جدا ناخد مع بعض جوله اخباريه سريعه. واول خبر النهارده، اول خبر يا محمد، اول خبر هيكون اكيد عن زياره الرئيس بوتين لمصر، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحاديه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بزياره القاهرة في إطار حرص مصر وروسيا على تدعيم علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية. ومن المقرر عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين لبحث سبل دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفي مجال الطاقة، فضلا عن التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. يعطي الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين إشارة بدء انطلاق العمل في البرنامج النووي السلمي بعد حوالي 50 عام من التجميد والتأجيل، وذلك بتوقيع عقود إنشاء أول محطة نووية بالضبع لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، لتبدأ بعدها الأعمال التنفيذية للمشروع فورا، خاصة أن وفدا من خبراء الطاقة النووية الروس يصاحب الرئيس بوتين في زيارته اليوم للقاهرة. من هذا الخبر بنروح مع حضراتكم لخبر جديد، السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. في الوقت الذي تواصلت فيه مواجهة الغضب لليوم الرابع على التوالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومختلف عواصم العالم ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وصلت مصر تحركاتها الدولية لتأكيد موقفها الثابت الرافض للقرار، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لبحث تداعيات القرار والتشاور والتباحث حول سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نروح مع حضراتكم لوزارة الزراعة، حيث تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اعتماد تراخيص الإنتاج الحيواني والداجني في إطار سعي الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربين والنهوض بالإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي قريبا، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيواني والداجني بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة للبنك المركزي المصري. دي كانت أهم أخبارنا النهاردة مشاهدينا، إن شاء الله معنا مجموعة من الفقرات الحوارية الهامة، فقرة إن شاء الله بعنوان كيف تنهض الأمم. ضيف هذه الفقرة مهندس رمضان الشناوي خبير علم الإدارة.
طبعا احنا دلوقتي عايزين نبشركم بخبر عاجل طبقا لوكالة البي بي سي الإخبارية، حصول محمد صلاح على أفضل لاعب، وده تصنيف طبعا يشرفنا ويسعدنا جميعا. أكيد هيكون معانا كمان فقرة النهاردة عن القدس، وهنتكلم عنها أن القدس وهويتها العربية، عشان يعني لا نسعى إلى المشي وراء التضليل اللي هتقوم بيه بكل قوتها النهارده كل الدول الداعمه للقرار الامريكي، امريكا وحلفاء امريكا اللي متفقين معاها في هذا الاتجاه، واكيد اسرائيل هتدعم ده بقوه. عايزين نربي ولادنا النهارده ونعرفهم ان القدس عربيه، وما هو تاريخ هذه المدينه المقدسه، وما هو تاريخ المسجد الاقصى. هيكون ضيفتنا فيها دكتوره ميرفت غزال، عضو اتحاد المراه الفلسطينيه. وفقره حواريه ايضا بعنوان الزراعه المائيه، هيتم تناول فيها الحديث عن الزراعه المائيه وكيف تكون الزراعه المائيه تكنولوجيا صديقه للبيئه، مع باشمهندس عبد الحميد سلطان خبير الزراعه المائيه. مشاهدينا فاصل قصير جدا، وبعد الفاصل يرجع مع حضراتكم زميلي محمد تركي واولى فقرتنا الحواريه في حلقتنا النهارده.